عن الستيريو كيمستري شوي فيما بعد. اوكي، حكينا عن النيمينج، تمام، حكينا عن النيمينج. طيب خلينا ناخذ والله اخر اكزامبل، لو جبنا لكم صور زي هيك مثلا، اوكي هون سي اتش 2 سي اتش 3 هون سي اتش 3 هون سي اتش 3 اوكي. لو بدنا نرقم يا جماعة، من وين نرقم؟ خلينا نشوفه والله، نرسمه 3 مرات نشوف مين الترقيم الصح. الفرع اللي على اليسار دكتور، الفرع اليسار هون 1 2 3 4، ولا من تحت 1 2 3 4، ولا مثلا من هون 1 2 3 4 5 6 7. بدنا اللوست نمبر، مين اللوست نمبر؟ دكتور يا يسار يا يمين، اللوست نمبر مين يا جماعة؟ هذا خلينا نشوف مع بعض، هذا 1 و3 و4، هذا ترقيمه 1 و2 و4، هون 1 و2 و7، مين أفضل؟ اللي بالنص، يعني بالنص، اللي بالنص، أوكي؟ بالضبط، يعني هذا غلط وهذا غلط، هذا الأقرم أرقام، أوكي؟ فعلا هو 1 4 دايميثيل، وفي عنا 3 إيثيل، ترتيب بالأبجدي 3 إيثيل. 1 4 داي مثل سايكلو، سايكلو ايش يا جماعة لو نكمل 5 6 7 8؟ دكتور ليش 3 ايثل؟ 1 2، لا عفوا 2 ايثل، عفوا طبعا 2 ايثل، 1 4 داي مثل سايكلو ايش؟ اوكتان. تمام يا جماعة، اكتبوهم هذول الغلط عشان تعرف الترقيم. اوكي، اذا الاقل نمبر اللي هو 1 2 و 4. اوكي تمام، اذا هذه 2 مش 3. اوكي، نيجي مثلا والله لو كتبنا زي هيك، هنا مثل وهنا اثل او سي اتش 2 سي اتش 3. لا هون يا جماعة بتفرقش لو رقم 1 و2 أو 1 و2، نفس الشيء أقل نمبر، بس بنيجي على الترتيب الأبجدي، مين اللي قبل؟ إي ولا أم؟ إثل ولا مثل؟ إثل. إثل، فبنحكي هون 1 2 3 4 5، 1 إثل، 2 مثل، سايكلو، بنتا، أوكي؟ طيب هذا نفس الاشي، مثلا هنا بي ار، هنا مثل، مين اللي قبل؟ بي ار، بما انهم نفس الترقيم 1 2، اذا 1 برومو، 2 مثل، سايكلو، بنتا، اوكي. الهالوجين زي ما حكينا بيعامل كأي فرع، بشيل له أولوية بالنهاية. هون حطينا 1 لأنه الترتيب الأبجدي، إنه لو حطيناه هيك بي ار مثل نفس الترقيم 1 و2، فصفى عنا ترتيب الابجد، البي ار افضل انه يجي 1 برومو، انه البي قبل الاي الام. اوكي طيب، هلا بالنهاية يا جماعة الكيمستري تفاعلات الألكان، سايكل الألكان نفس تفاعلات الألكان السلسلة العادية، اوكي تمام. الكيمستري نفس الشيء، ما في اي فرق. خلينا نيجي نكتبها ذا كيمستري، كيمستري اوف سايكلو الكان از لايك ذات اوف اوبن شين، السلسله العاديه اوبن شين الكان، اوكي اوبن شين
الكان. نفس الكيمستري، اي شيء بيصير على الالكان بيصير على السايكلو الكان نفس الطريقه. هلا عندنا السايكلو الكان من كربون 3 بنبلش الى يعني ممكن 25 اند اب اعلى، بس المشهورات حلقة ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية، أكثر إشي الخماسية والسداسية، أوكي؟ يعني قليل تنشوف مركبات كربون 25، كربون 26، كربون 30، قليل، أوكي؟ بس موجود، موجود، أوكي؟ طيب، هلأ إحنا زي ما حكينا إنه السايكلو، تفضلي. ممكن تعطينا مثال على السايكلو أو كان كيف يصير له أكسيديشن، كيف رح تربط فيه الأكس؟ راح يكون الوازنة. نفس الشيء بس بدكم توازنوا. نفس الشيء يا جماعة، السايكلو الكان اللي هو CnH2n plus O2 بيعطينا CO2 H2O. لو بدنا ناخذ سايكلو الكان مثلا C4 H8 زائد O2 لحالكم، وازنوها لحالكم، نفس القصة يا جماعة لوحدكم وازنوها، تمام؟ لوحدكم وزنه عادي زي اي هيدروكربون، ما في مشكله، تمام؟ تمام دكتور. اوكي لوحدكم، يعني اي موازن، اي معادله اوكسيديشن، سواء الكان الكين الكاين كله نفس الشيء، نهايه بدأتين سي او 2 اتش 2 او وانرجي. اوكي طيب، طيب نيجي هلا يا جماعه، احنا اتفقنا حكينا انه اجي امسح هاد، عرف ايش بدكم تكتبوا هذا الحكي ولا لا؟ طب خلي اذا بدكم تكتبوا. احنا هون ما بهمنا الرياكشن، بهمنا شغله الستيريو ايزومر، هلا بنشرح عنها، نحدد كيف نحدد سيس وترانس. خلينا والله اروح، اتفقنا يا جماعه مثلا السايكلو إذا في عنا تو جروب سواء نفس الإشي أو مختلفات، فيها سيس وترانس، ممكن أحدد إنه والله غامق وفاتح، أوكي مثلا مثل ومثل أو مثل أو اتش، تو جروب مختلفات أو نفس الإشي، بالنهاية هذا فيه سيس وترانس، أوكي؟ هذا إيش يا جماعة؟ قلنا غامق فاتح، هذا عبارة عن ترانس، أوكي؟ هذا عبارة عن ترانس، كلمة غامق فاتح اتفقنا عليه إنه ممكن اجي ارسم زي هيك، ها نيجي نرسم واحدة غامق واحدة فاتح، هون مثل وهنا مثل، هذا ترانس. معنى غامق وفاتح يا جماعة انه والله in different side، يعني ممكن الغامق يكون up اي مثل هنا اتش، والفاتح مثلا يكون down، او ان بلين اوت اوف بلين، لها مصطلحات كثيره. بالنهايه بدل ما نرسم بهذا الشكل انه والله هذول ترانس، سهلنا حالنا وحكينا انه والله هذول ان ديفرنت سايد، بالنهايه ان ديفرنت سايد او اوبوزيت سايد، اوكي تمام، ان ديفرنت سايد او اوبوزيت سايد، بدنا نكتبها up و down جوا برا إلى آخره. إذا هو indifferent side أو opposite side، تمام. هلا يا جماعة بدنا ناخذ إحنا العنوان تبعنا لما فتحناه للشابتر، حكينا عنه ستيريو كيمستري. شو يعني ستيريو كيمستري؟ خلينا نفهم هذا المصطلح، أوكي. هلا بشكل عام ستيريو كيمستري يا جماعة إنه مركبات إلها نفس الكونكتيفيتي، بس arrangement of the atoms in the space are different، ترتيب الذرات مختلف، اللي هو السيس والترانس. السيس والترانس يعني هنا الكونكتيفيتي شايفين، لو بدي أجي أكتبه سيس، تحت وتحت، أوكي هذا سيس. الكونكتيفيتي بالنهاية هذه الكربون عليها مثل واتش، وهذه الكربون عليها مثل واتش، وعليها كربون كربون، وهذه كربون نفس الكونكتيفيتي، لكن arrangement of the atoms are different than the same connection but different
ايش arrangement in 3D geometry، ترتيبهم بالفراغ مختلف. اوكي، هاي معنى stereoisomers او stereochemistry. stereochemistry بيهتم بترتيب الذرات بالفضاء، والله سيس وترانس هذا عباره عن stereoisomers. اوكي، بيختلف عن موضوع الكونستيتيوشنال ايزومرز. خلينا هيك مراجعه سريعه. الكونستيتيوشنال ناخذ اكزامبل، مين يعرف لي الكونستيتيوشنال يا جماعه؟ خلينا نختار حد. نفس الكونكتيفيتي اوف اتوم. خلينا اختار والله. امل غير امل، بس امل عبد الله. الباقي يا جماعه صحصح معي. براءة نور. اوكي شباب، دائما بس عبد الله. الباقي اسامه اليوم مش نشيط. اسامه لا نتعرف عليكم. اسامه شباب، وين راح الشباب؟ اسامه مش معنا شكلك. اسامه وين الشباب؟ طول معاك والله بس مريض شوي. سلامات. طيب سامي، عبد الله. طب خلينا نشوف عمل. تفضل يا عمل، شو الكونستيتيوشن ايزومرز؟ مركبات لها نفس الموليكولار فورمولا بس الكونكشن بين بعض بيختلفوا. مختلفات. شوف كلمه ايزومرز يا جماعه، بغض النظر شو نوع الايزومرز، دائما الايزومرز يعني نفس الموليكولار فورمولا. اوكي، نفس الموليكولار فورمولا. اذا بهمنا بالدرجه الاولى انه كونكشن اوف اتومز ار ديفرنت، صح؟ اذا ديفرنت كونكشن بين اتوم. ها ديفرنت كمان مرة نكتبها بهذا التعريف، connection between atoms. اوكي تمام. زي مين مثلا؟ والله عندنا CH3 هنا جاي برانش، هنا البيوتان جاي لينيا CH2. اذا هذول constitutional، هون constitutional isomers لهم نفس الملكه فورمولا شيء اكيد، لكن connection of atoms are different. هنا جاي برانش، هنا جاي لينير. اما الستيريو isomers، وعلى فكره ستيريو isomers ستيريو كيمستري لها كتب لحالها. اوكي، مساقات بتحكي عن ستيريو كيمستري. مهم مثلا يا جماعه ليش مهم؟ احنا في الدرج مثلا نعتبر انه هذول الدرج ممكن السيستم يكون له انتر اكشن، له فارماكولوجيكال افكت، والترانس لا. تخيلوا بس الستيريو كيمستري اللي اختلفت، بس كله نفس البروبرتيز، لكن بالنهايه هذا سيس وهذا ترانس. ممكن هذا يكون اكتف وهذا يكون ان اكتف، بل بالعكس ممكن يكون توكسيك. اوكي، تخيلوا كيف الخصائص اختلفت. وناخذ هذا الموضوع بالار والاس، خصوصا ار واس ستيريو ايزومرز هنحكي عنهم فيما بعد. اوكي، اذا الكونكشن اوف ذا اتومز ذا سيم بالستيريو ايزومرز، بس ذا ارينجمنت اوف ذا اتومز ان ذا سبيس ار ديفرنت. نيجي نكتبها والله ستيريو. اذا ستيريو ايزومرز، كلمه ايزومرز خلاص كله، ما هو ايزومرز يعني ذا سيم ميكرو فورمولا. اكيد احنا بنحكي كونستيتيوشن او ستيريو الى اخره، لهم ذا سيم ميكرو فورمولا بالنهايه. اوكي، إذن هدول same connection، same connection but different في الـ 3D geometry. أوكي، ترتيب الذرات بالفضاء بالـ 3D مختلف. تمام، geometry ليش شطها. تمام اوكي، زي مين؟ زي زد والاي، هذول ستيريو ايزومرز لبعض. احنا بنحكي لنفس الميكرو فورمولا طبعا، مش نجيب زد مركب ونجيب اي لمركب اخر ما لهوش دخل في ما له نفس الميكرو فورمولا ونجي نحكي عنهم زد واي ايزومرز. احنا بنحكي عن زد واي لنفس الميكرو فورمولا، او سيس وترانس لنفس الميكرو فورمولا. اوكي، او هنحكي فيما بعد، يعني هذا الموضوع حكينا عنه، هذا حكينا عنه، فيما بعد هنحكي عن الار والاس، الار والاس. اوكي، وهنحكي عن الستيريو ايزومرز، هنيجي نحكي عن الاناتشومر.
إلى آخره في مصطلحات في شابتر 7 هنأخذها فيما بعد. هلا هنركز على سيس وترانس في السايكلو الكان. أوكي، والموضوع يعني قديم جديد شوية، هيك في شغلات جديدة. أوكي، مثلا زي والله تفضلي. من حيث التعريف إنه هن the same connectivity بس different geometrical، هو مو مشابه للconformational isomer. conformational isomers لو استقر وإكليبس ممكن. هذا أصلاً conformational isomers هو نوع من أنواع الإيش لو بدنا نيجي نصنفه. هل هو constitutional ولا stereo isomers؟ stereo. هو stereo بالضبط. اي شيء نفس الكونكشن بس ديفرنت ارينجمنت او ديفرنت، خلينا نحكي ترتيب الذرات بالسبيس مختلف، خلاص هذا ستيريو. فعليا هو الكونفرميشن على الاستجرد وايكليبس يا جماعه، هو ترتيب الذرات ان 3 دي ار ديفرنت، فهو عباره عن ستيريو ايزومرز. تمام، يعني هذا مصطلح عام اشمل من الكونفرميشن، وهنحكي عن الموضوع على فكرة كمان مرة. يعني الايزومرز هنقسمهم لقسمين بالنهاية، لا constitutional و stereo isomers. و stereo isomers له أنواع، أوكي هنيجي له فيما بعد. تمام تمام دكتور. أوكي، إذا ملاحظة مهمة. طيب نيجي نحكي إحنا stereo isomers say cis with trans، مثلا نيجي نكتب السايكلو واحدة سيس، مثلا واحدة سيس، عفوا هنا سي اتش 3، خلينا نكتب different group انه مش دائما two group. واحدة ترانس ممكن واحدة أربعة، اوكي اي غامق هون فاتح اي سي اتش 3، مش شرط واحدة اثنين، ممكن واحدة أربعة. هذا بالنهاية في ترانس، هذا بالنهاية واحدة اثنين بس في سيس، ممكن واحدة ثلاث، ممكن واحد، اوكي واحدة اثنين، واحدة ثلاث، واحدة أربعة. تمام، يعني مش شرط الاثنتين يكون لنا يكون جنب بعض واحد واثنين وبس، هنحكي عنه الموضوع. اذا بالنهايه سيس وترانس هذا موجود في شيء بنسميه ستيريو ايزومرز. اوكي طيب، هلا يا جماعه خلينا ناخذ هيك شويه مصطلحات. اوكي احنا موضوعنا الرئيسي في الشابتر هذا السايكلو هكسان. سايكلو هكسان يا جماعه احنا بنفكروا انه فلات، اوكي بلانر، هو فعليا مش بلانر، يعني احنا هيك بنرسمه والله بهذا الشكل انه والله بلانر، يعني نايم على الورقه، اوكي لا في شيء فوق ولا شيء تحت، لكن هو فعليا شكله مش هيك. ممكن نلاقي شكله شير على شكل شير كونفرميشن، هنحكي عنه الموضوع. هيك شكله الحقيقي، اوكي فعلا صوروه هذا شكله الحقيقي للسايكلو هكسان، بس احنا للتسهيل نرسمه انه والله بلانر او فلات، لكن هو فعليا هو شير او له شكل اخر، ممكن يكون له بود، اوكي بهذا الشكل. هنحكي عنه هذا الموضوع. تمام، اذا مش كل السايكلو الكان هي عبارة عن فلات كومباوند، اوكي تمام. نيجي والله ناخذ شوية هيك مصطلحات. اولا سايكلو هكسان او سايكلو الكان بشكل عام، سايكلو الكان برأيكم مين الفليكسيبل اكثر في روتيشن، الالكان العادي تشين الاوبن تشين ولا السايكلو؟ الاوبن تشين. الاوبن شين اكيد، فالسايكلو هو بالعاده ار ليس فليكسيبل، اوكي ليس فليكسيبل، الحركه فيه مقيده شوي نوعا ما من من الاوبن شين للسلسله العاديه للاوبن شين الكان. اوكي يعني يا جماعه لو جبنا ايثان، شفنا الايثان رسمناه لاستقرد وايكليبس انه في فري روتيشن، اوكي الكربون كربون بوند هاد بتضلها تتحرك، اوكي هون في روتيشن فري روتيشن، فهو له فليكسيبيليتي
خلينا نكتب هون روتيشن. انا اسف لانه كانه مرشح ضلنا نعطس. طيب اذا روتيشن اوكير around carbon carbon. إذا في عنا عملية rotation، أوكي. بينما لو جبنا cyclopropane عملية الروتيشن هنا مقيدة صح؟ ما صعب الروتيشن لأنه الكربون هذا محصورة بين كربونتين هذا وهذا مسكينة، أوكي؟ فالروتيشن هون نو روتيشن، نو روتيشن إز بوسب، أوكي؟ نو روتيشن إز ليه أطلع منه والله ليش هيك؟ والله خليني أطلع من الميتنج وأرجع لكم بلكن راح التعليق. خليني أطلع خليكم معي. سامعيني يا جماعة؟ نعم سامعينك يا دكتور. خلينا نعمل شير كمان مرة. الريكورد زي ما هو. بلكن راح التعليق هذا. طيب، إذا هنا نو روتيشن، روتيشن إز بوسبل. ما في روتيشن. أوكي، أراوند كاربون، كاربون بون. تمام؟ اوكي طيب اذا سايكلو الكان ار ليس فليكسبل حريته مقيده. هلا طبعا كل مكان السايكلو الكان اكبر يعني ابو 4 5 6 7 10 20 كل مكان في له صارها صار له روتيشن اكثر. اوكي اذا كل ما كبرت الحلقه كل ما صار له روتيشن فريدوم. اذا لارجر خلينا نكتبها والله لارجر سايكلو الكان هاب روتيشنال فريدوم. اوكي فريدوم اوكي له حريه كل ما كبرت ابو 10 له روتيشنال فريدوم حريه حركه ودوران احسن من ابو 5 ابو 6 ابو 7. اوكي طيب بالنهاية اتفقنا يا جماعة حكينا انه والله most of cycloalkan are not flat. اوكي مش مسطحة are not flat. تمام بجوز cyclopropane flat بس تعالوا على اللي اكبر cyclobutan بنتان هكسان ببطل flat. يعني يا جماعة كلمة فلات إنه والله لو جبنا سايكلوكسان إحنا نرسمها زي هيك نرسمها زي هيك بس هل هو فعليا إذا شكله زي هيك زي المربع نايم على الورقة فيش إشي طالع منه ولا إشي نازل منه فعليا لا بس السايكلوبروبان اللي فلات بقية السايكلو ألكان نوت فلات. اوكي اورجيكم والله بالسلايدات مش مطلوب منكم بس اورجيكم. كيمستري شابتر 5 6 لا هذا الاسئله اوكي هاي التسميات خلصنا منهم.
اللي حابب يشوف تسميات لحاله. في تسميات مثلا زي ايش؟ يعني حل سلايد، اكتب حل سلايد صفحة 12، الجواب صفحة 13 اعتقد. لوحدكم انتوا حرين، بدكم تتدربوا. اوكي طيب، خلينا اوريكم الاشكال. مثلا الشكل الحقيقي للسايكلوبنتان مش زي ما نرسمه، شايفين في هنا هيك جاي لفوق. اوكي في اعوجاج، مش فلات هاد فعليا. اوكي مش فلات، هاي الاكس راي تبعه مش فلات، يعني هذا لو نيجي نايم على الورقه ما بنام زي سايكلوبروبان. اوكي طيب، هاي شايفين كيف هون السايكلوبيوتان، مع انه هو ابو اربعه احنا نرسمه بكل سهوله، بكل سهوله بنرسمه هيك. لكن فعليا شكله الحقيقي يا جماعة شوفوا كيف، اشي لفوق واشي لتحت. يعني مش كلهم بنفس المستوى، فلات انه لازم كله بنفس المستوى. هل هذا كله بنفس المستوى يا جماعة؟ لا مش كله في نفس المستوى. اوكي في اشي هذول طالع، في اشي نازل، اذا مش بنفس المستوى. طيب نتعلم شوية مصطلحات اللي هو سترين. اوكي يا جماعة هذا اللي بيهمني، تاخذ كوبي بيست تايب اوف سترين، نعرف واحدة واحدة فيهم. اوكي اذا اتفقنا سايكلو الكان، بس السايكلو بروبان هو الفلات، الباقي نوت فلات. اوكي كتبتوها الملاحظه هاد، بس السايكلوبروبان هو الفلات. تمام نيجي هلا نتعلم السترين. اوكي تايب اوف سترين، عندنا 3 تايب، انجل سترين، تورجن سترين، واستريك سترين. طيب الانجل سترين يا جماعه هو ناتج عن عمليه اكسبانشن اور كومبريشن اوف بوند انجل. يعني مثلا خلينا نجيب اكزامبل اي واحد فيهم. ها هلا في انجل بين زاويه بين كربون وكربون، في انجل مثل سايكلو بيوتان 90، سايكلو بنتان 108، هون 120، سايكلو بروبان 60. الانجل هذه الانجل هذا اوكي، سواء تمدد المركب زادت الزاويه يعني او قلت بطريقه معينه بنسميها انجل سترين. انجل سترين اذا عمليه تمدد او تقلص للزاويه. اوكي للزاويه هذه بنسميها انجل سترين. التورجن سترين هذا اكثر شيء موجود في السايكلو بنتان، اكتبه موجود في السايكلو بنتان. كيف يعني؟ ايش يعني تورجن سترين؟ شوف السايكلو بنتان، من السايكلو بنتان شايفين عملية انه والله في الاتشات هذولا متخبيات ورا هذولا، عملية الايكليبسنج. السترين هذا بنتج نتيجة عملية الايكليبسنج للبوند، انه والله هذولا التو بوند متخبيات ورا هذول، هذا بنتج عنه سترين، بنتج عنه انرجي. اوكي هذا بنسميه السترين، هذا بنسميه تورجن سترين. النهاية صار في عملية حركة تذبذب خفيفة نتيجة التورجنال سترين. اوكي اذا اكتبوها والله في السايكلوبنتان اكثر اشي فيه التورجنال سترين، انه والله هدول متخبيات ورا هدول، هدول متخبيات ورا هدول. اوكي نيجي لاخر واحد الستيريك سترين، هو ريبالسيف انتر اكشن بتوين نون بوندد اتومز. هذا موجود مثلا في السايكلو هكسين. اوكي وموجود كل المركبات، بس مثلا نيجي نشرح شو هو السايكلو هكسين. مثلا خلينا نحكي هذا الشكل الشير، هنرسمه فيما بعد. مثلا في عندنا جروب هون،
في عندنا جروب هون او جروب هون، في تو جروب، هذول بده يتولد عنهم انتر اكشن معين. اوكي هذا بده يولد ريبلسيف، هذا الريبلسيف انتر اكشن اللي صار نتيجه تنافر هذا الاتوم سواء كان هيدروجين كلور بروم اي شيء مع هذه الاتوم، هذا بنسميه ستيريك سترين. اوكي الستيريك سترين هذا الموجود بيخلي الجزيء يتخذ شكل معين بحيث يكون less stable، اوكي او عفوا more stable، بده يعمل شكل معين بحيث انه يكون more stable، بده ياخذ less interaction. والله شو الوضعيه اللي ممكن لما يكون هنا في جروب وهون في جروب، شو الوضعيه اللي ممكن يعملها السايكلو هيكسين بحيث يكون more stable؟ اوكي هناخذ هذا الحكي. هي معنى ستيريك سترين انه في عندنا ريبلشن بين تو اتومز او تو جروب، اوكي تو جروب شرط جنب بعض، ممكن يعني الجروب بعيد عنها. تمام طبعا كل ما قربنا التو جروب جنب بعض كل ما كان انتر اكشن اكبر واكبر. تمام بس بهمنا المصطلحات مبدئيا، اوكي بهمني المصطلحات، يعني ممكن اجيب لك تعريف واحكي لك شو هذا سترين، نوع انجل تورجن ستيريك الى اخره. تمام وبهمني كمان سلايد انه نعرف انه في السايكلو بنتان السترين اكثر سترين موجود في السايكلو بنتان اللي هو تورجن نتيجه اختباء الاتشات ورا بعض. اوكي تمام اذا هذا السلايد كمان بهمني. تمام يا جماعه تفضل زيد فضلك. هسه من كل الكلام اللي حكيته هذا هو بس المطلوب منا صح؟ هذا انا بهمني الانجل شو معنى، تورجنال شو معنى، ستيريك شو معنى. اجي احكي لك والله مثلا تعريف اجيب لك انه عندنا مركب زي سايكلوبروبان الزاويه بتتحرك هذه بتقل او بتزيد بصير اكسبانشن او كومبريشن، هذا شو الاسترين اللي ناتج اسمه انجل سترين. هلا شو اللي خلى هذه الزاويه تتحرك ما عندنا، اوكي مناش ندخل في الديتيلز كثير، نتيجه ريبلشن معين صار في عمليه انه والله تحريك. اوكي هون نيجي نحكي للسايكلو بروبين السترين هون مقيده، سترين هذه مقيده، انجل سترين مقيد ما بيقدر يتحرك براحته، بس بجوز لما تكبر الحلقه ويصير في عندنا الريبلشن ممكن يزيد الزاويه ونقلل الزاويه. اوكي واضح بهمنا المصطلحات، بهمنا المصطلحات نعرف والله انه التورجن سترين موجود في السايكلو بنتان مثلا، بس اكثر من هيك ما بهمنا. تمام يا جماعه. طيب هلا انا اكثر شيء بهمني الكونفورميشن اللي هو موجود في السايكلو هيكسين، كتبتوا هذا الحكي اخذتوه؟ بهمني يا جماعة أحكي عن الكونفورميشن، هذا المهم أهم شغلة في هذا الشابتر، كونفورميشن of cyclohexane. كمان مرة cyclohexane يا جماعة تعودنا إحنا نرسمه بهذا الشكل. أوكي تعودنا نرسمه بهذا الشكل، وفعليا مش هيك، له أكثر من شكل، ممكن له شكل شير واللي هو المور ستيبل، له شكل اخر البوت. اوكي البوت شير يا جماعه هنتعلم كيف نرسم شير، ممكن خطين موازيات لبعض. اوكي راس مدبدب من فوق، راس مدبدب من تحت، يعني نيجي نرسمه. هجيب لك اياه مرسوم جاهز، بس اذا حابب ترسم ارسمه. اوكي ممكن ها خطين، واحد لفوق راسه واحد لتحت، هاي شيء ممكن بوت خطين كبار متكتب.
زي هيك. اوكي هذا بود موجودات يعني سايكلو الكان او سايكلو اكسان موجود بالشكلين يا اما شير يا اما بود. طبعا اغلب المركبات يعني نجيبه اي دراج اي دراج في سايكلو اكسين بالغالب هنشوفه على شكل شير، قليل جدا تنشوفه على شكل بود، بس موجود البود. اوكي واضح فعلا. اذا يعني انا مثلا احد المركبات حضرتها صورناه اكس راي كان عبارة عن شكل شير، اوكي زي الكرسي ابدا. تمام. طيب هلا هون يا جماعة احنا كنا نيجي نكتب، شوف شو موضوعنا، كنا نيجي نكتب مثلا 1 2 داي مثل، كنا نحكي عنه ترانس لانه اوبزيت سايد 1 2 داي مثل، هذا للتسهيل هيك كنا نحكي عنه سايكلو، صح هيك اسمه؟ في شيء غريب اسمه هيك 1 2 داي مثل سايكلو اكسين ترانس، ليش؟ انه عنده اوبزيت سايد، واحد غامق زي ما اتفقنا واحد فاتح، المهم اوبزيت سايد كل واحد في جهه، يعني ممكن هذا اب او اوت اوف بلين وهذا جوا ان بلين، اوكي او لتحت. تمام. هلا لا بدنا نيجي نرسم الشير كونفرميشن كمان مره، خليني اجيب لكم شير كونفرميشن جاهز. شير كونفرميشن بتعلم اي هون بتعلم كيف نرسمه بغض النظر، اعتبره انه جاهز صح. يا جماعة هاي هاد قلت لكم يا جماعة حولوا لي هذا لا ترانس 1 2 دايمتر. قبل ما نحوله خلينا نتعلم شوية مصطلحات. في دائما بالشير كونفرميشن خط عمودي، عمودي ها، وخط جانبي. الخط العمودي خلينا بس ارسمه بشكل اوضح، عمودي وفي جانبي. اذا هذا فوق صح اب، اذا الخط الجانبي لتحت بده يكون هذا داون. اللي فوق العمودي دائما بغض النظر كان فوق ولا تحت، هذا بنسميه يا جماعه اكسيال، اختصار ل اي اكس. اللي تحت على جنب بغض النظر كان تحت ولا فوق، المهم على جنب، هذا بنسميه ايكواتوريال. ايكواتوريال. هلا نيجي نرسمهم جنب بعض، نرسم اللي فوق العموديات الاكسيال، هذا فوق اذا هذا تحت، هذا فوق مره فوق مره تحت، هذا تحت العمودي احنا نرسم، هذا تحت اذا هذا ايش يا جماعه؟ يلا شو هذا الكربون؟ الخط العمودي لفوق ولا لتحت؟ لفوق. لفوق مره فوق مره تحت، هذا لفوق، هذا شو رايكم؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت. هي رسمنا كل الاكسيال، كل الاكسيال رسمناه بالاحمر. نيجي نرسم الايكواتوريال، بلشنا من هون، هذا اذا هذا لفوق اذا هذا اكيد اللي على جنب لتحت. طب اللي جنبه نيجي نبلش من هون، شو رايكم هيكون لتحت ولا لفوق اللي على جنب؟ لفوق. نرسمه لتحت ولا فوق يا جماعه؟ المنطق. طب هذا تحت، هذا ايش بده يكون اذا؟ لفوق صح. طب لو سالتكم يا جماعه قبل ما نكمل، عندنا مثل سي اتش 3 هون، عندنا سي اتش 3 هون، هذه برايكم اللي هون اللي جوا هذه تحت ولا فوق؟ تحت لانه اصلا هون فوق اذا هذا تحت. طب وهذا المثل اللي هون لفوق. اوكي خلينا نكتبها، والله هذه داون وهذه اب، بما انه في وحده داون وحده اب، هذا بتتوقع سيس ولا ترانس؟ ترانس. اوكي يعني اب اب داون داون سيس، اب وداون ترانس، اذا اب اب داون داون اوكي سيس، اب وداون
هذا ترانس. اوكي اذا هي رسمنا الباقي خلينا نكمل والله الاكواتوريال خلينا نكملهم نرجع بس نكتب الاحمر الشطر مش عارف ايش الشطر انا قلنا فوق هذا لتحت هذا قلنا فوق والله خلينا نرجع نكتبه كمان مره نشطر بين هذول كمان مره مع بعض راديس طب خلينا اجي ارسمه كمان مره نبلش من هنا من الكربون هذا هذه نرسم الاكسيال عمودي واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت هذا تحت هاي واحد فوق هذا تحت اوكي هاي خلصنا من الاكسيال نيجي نرسم الاكواتوريال هذا فوق اذا هذا تحت هذا تحت اذا هاي فوق نرسم الايش الاكواتوريال هذا تحت اذا فوق سواء يمين ولا شمال ما بتفرق المهم فوق مش نحطه بنفس المستوى هذا فوق اذا هاي تحت هذا تحت اذا هاي فوق هذا فوق اذا هاي تحت سواء يمين ولا شمال ما بتفرق المهم تحت تمام بدنا ترانس 1 2 هاي 1 2 رقم وين ما بدك 1 2 وحده هون سي اتش 3 وحده هون سي اتش 3 اذا هذول وحده داون وحده اب اذا هذول ترانس والباقي اتشات يا جماعه اكتبوهم اتشات ها اتشات اتشات يعني انا شو القصه ممكن اجيب لك سؤال احكي لك حول لي هاد لسايكلو الكان من نوع شير تيجي تكتب لي والله انه في عندنا اب وداون بالنهايه واحد واثنين طب في احتمال ثاني ممكن نكتب صح خلينا نرسم كمان ممكن ايش تحكي لي خلينا نرسم بس الاب والداون هي اب هي داون هي اب هاي داون هاي اب هاي داون طب نرسم الاكسيال الاكواتوريال عفوا هذه تحت هذه فوق هذه تحت هذه فوق هذه فوق اذا هذه تحت هذه تحت اذا هذه فوق هذه فوق اذا هذه تحت تمام نيجي نشوف في عندكم احتمالات ثانيه نرسم ترانس نحطه على عمودي مثل ممكن نحطه على الاكسيال مثل فوق ترانس ولا مش ترانس هذا يا جماعة واحدة فوق واحدة تحت صح لأن هذا ترانس مزبوط يعني هون إذا أنتم ملاحظين مرة حطينا إكواتوريال إكواتوريال وهنا حطينا أكسيال أكسيال الاثنين ترانس ما في مشكلة في مشكلة الاثنين ترانس ولا مش ترانس الشغل مش حفظ ها طلع بالنظر لو قلت لك واحدة هذول ترانس ولا سيس بتحكي لي هذه والله فوق وهذه تحت إذا هذول ترانس هي ترانس وهذا نفس الشيء واحدة تحت واحدة فوق هذول ترانس بس وين موقعهم هون اكواتوريال اكواتوريال هون اكسي اكواتوريال طب والله خلينا نحط واحدة اكسي واحدة اكواتوريال هيطلع معنا ترانس خلينا والله نشوفها نيجي ننقلها نحط خلينا زي ما تعودنا نرسم الاكسيال الاكسيال واحدة فوق واحدة تحت واحدة فوق واحدة تحت واحدة فوق واحدة تحت هلا بيجي الاكواتوريال هذه هذا فوق هذا تحت هذا تحت هذا فوق هذا تحت هذا فوق هذا فوق هذا تحت هذا فوق تحت هي فوق هذا تحت هذا تحت هذا فوق تمام نيجي نرسم والله بدنا نحط وحده على الاكواتوريال وحده على الاكسيال هل برايكم هذا سيس شو رايكم مين يجاوبني خلينا اختار والله مين يشارك معي؟ يلا هسا شباب محمود معي؟ محمود مع بعض غير عبد الله طب يلا تفضل يا عبد الله عبد الله بما انهم اثنين داون نحكي سيت شوي طول بالك هذا اولا جاوبنا على سؤالي داون ولا اب المثل هذه اللي معلم عليها داون ها اكتبها داون طب وهذه سي اتش 3 داون ولا داون لان اكيد هذه مبينه فوق اذا هذه داون
داون داون وداون ايش بده يطلع؟ سيس سيس اوكي سيس تمام. مش لانهم والله واحد واثنين خلاص نحفظ، لا هم سيس اجوا انه داون داون سيس. اذا ما في عندنا غير هالحالتين نكتب فيهم صح ولا لا؟ اوكي دكتور يعني بغض النظر اكسل ولا بغض النظر احنا ما بهمنا ما بهمنا ابو داون. ها تعالوا نرجع هنا، لو جبت لكم هذا السؤال قلت لكم حددوا لي اياه سيس وتراش، تيجي تطلع هذه فوق اذا هذه تحت، هذه داون نكتب داون، هذه بدنا نعرف اذا مش عارف لحد الان انه هذه اب والله هذه تحت، اذا هذا اكيد فوق اب اب وداون. شو بده يصير؟ ترانس ترانس بغض النظر والله وين موقع عكس هي كوتير بغض النظر تمام. طب في عندنا شكلين، في عندنا شكلين يا جماعه للترانس، واحد اجى كوتير كوتير وواحد اجى اكسيال اكسيال. مين المور ستيبل؟ المور ستيبل يا جماعه اللي هو اكواتوريال اكواتوريال. انا بحكي على الترانس دائما اكتبوها قاعده، اكواتوريال اكواتوريال مور ستيبل من اكواتوريال اكسيال، مور ستيبل من الاكسيال اكسيال اوكي تمام مور ستيبل. ليش؟ لانه اكواتوريال اكواتوريال لما يكون اكواتوريال 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 بكونوا ابعد ما يمكن افضل من الاكسيال اكسيال. انتم بجوز شايفينها هون انه هذا ابعد، لا دائما الاكواتوريال اكواتوريال ابعد ما يمكن. الانتر اكشن الاستريك ريبلشن بكون ابعد ما يمكن او اقل ما يمكن في حاله اكواتوريال اكواتوريال. يعني دائما الجروب بتكون في اكواتوريال افضل ما تكون في اكسيال. كتبتوها الجروب تكون في اكواتوريال افضل ما تكون في اكسيال، كتبتوها واكتبوا لي هذولا تمام. احنا ماشيين في الموضوع شوي شوي اوكي. كتبتوا يا جماعة؟ يلا قبل ما ننتقل اكتبوا تنفسوا. دكتور احنا مو مطالبين برسم هذا المخطط بس انه نعرف ترانس ولا سيس؟ ترانس او سيس المخطط هيك متعلمتوه مطالبين، ليش ما تتعلموه؟ سهل تتعلموه يا جماعة عادي شوي شوي بتتعلموه. دكتور تفضل محمود. دكتور لو سمحت لأ أنا كيف ببلش أخطط في هذا المخطط نفسه؟ يعني كيف ببلش أحط سهوم فوق تحت؟ طيب كمان مرة كمان مرة رسمنا هذا، أعتبر إنه هذا أجا جاهز أوكي يا محمود تمام أوكي. طيب نبلش من أي كربونة بدك تبلش من هون؟ بلش من هون يعني ما في فرق دكتور من أي كربونة نبلش؟ شو ما بدك المهم امشي مرة امشي أب ومرة داون أوكي. يعني أنا بلشت من هون، شو رأيك أبلش من هون؟ تمام أوكي يلا نبلش من هون. بلشت أرسم بالأكسيال، هاي أكسيال هاي أب اللي جنبها غلط تكون فوق الأكسيال غلط، إيش لازم تكون؟ تحت صح؟ داون اللي جنبها أب أب اللي جنبها داون داون اللي جنبها أب واللي بعدها داون داون اوكي. هاي رسمنا الاكسيال، هسه بيجي على الاكواتوريال. الاكواتوريال اجل اذا هذه فوق الاكواتوريال وين بدها تكون؟ تحت تحت بس ميلها الاكواتوريال يعني على جنب. طب هذه الى تحت هذه ايش بدها تكون؟ لفوق لفوق. هذه لتحت لتحت سواء يمين ولا شمال زي ما بدك. هذه الاكواتوريال هي لفوق لفوق. ها شايف يا محمود هذه هذه لتحت، إذا هذه إيش برأيك هتكون؟ أوكي. لفوق. طب هذه لفوق، إذا إيش بده يكون؟ لتحت. هاي رسمنا. تمام؟ بالضبط دكتور. أنا كان سؤالي بس إنه بقدر أبلش من أي كربونة ولا؟ وين ما بدك. وين ما بدك. المهم مرة أب مرة داون. ارسم أنا لو أنا منكم ببلش بالأكسيال، بعدين إكواتوريال لحاله ببين. أوكي؟ طيب. هلا يا جماعة. دكتور ممكن سؤال على هذا الترتيب اللي أخذناه قبل شوي عن المور ستيبل؟ أوكي تفضلي.
هلا نحن كيف حط يعني صنفنا اكواتوريال اكسس اكزيال يعني مور ستيبل اكثر من اكزيال اكزيال، مع انها هاي سيس وهذيك ترانز ودائما لا لا ترانز. احنا لا لا احنا ما حكينا عن ستابيليتي اوف هاد، انا بحكي عن ستابيليتي تنتين هي ها ها هون بغض النظر انا ما حكيت عن هاد، انا بس قرنت هاد مع هاد بس ما قرنتوش اللي تحت، قرنت اللي ترانس مع بعض تمام اوكي. ما هي اللي تحت انه اكواتوريال كمان مره كاتبين اوكي 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 انا هلا كمان مره المقارنه اللي حكيت هذا مور ستيبل قرنت هاد بهاد، ليش قرنت؟ انه والله هذول اكواتوريال اكواتوريال هون اكسيال اكسيال خلاص اكواتوريال، لو بدنا نقارنهم كلهم بعض يلا تعالي بما انك سالت هذا مركب واحد هذا مركب اثنين هذا مركب ثلاث اوكي ها ديستوب مور ستيبل ده قارنهم كلهم مع بعض اوكي تمام. خلينا اقارنهم كلهم مع بعض، مين اكواتوريال؟ اكواتوريال مركب واحد صح؟ طيب. واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة اوكي بعدين اثنين اكسيال اكسيال اثنين ثلاث اكسيال اكواتوريال صح؟ مين برأيك المور ستيبل لو حكينا كلهم مع بعض مين؟ مركب اثنين ولا ثلاث؟ اثنين هذا هديك ترانز هاي صح؟ اثنين هاد اثنين هاد اكسيال اكسيال هذا في اكسيال اكواتوريال بس هديك ترانز هاي ساس خذ النظر لا 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 مش انه والله ترانس لانه دائما مور ستيبل لا في الشير كونفرميشن لا في الشير نعتمد على اكواتوريال اكواتوريال نعتمد على البوستيشن هل هو بالاكسيال ولا هل هو بالاكواتوريال تمام مش لانه والله ترانس هو المور ستيبل بغض النظر لا البوستيشن هنا اكواتوريال اكواتوريال هنا ايش اكسيال اكسيال هنا اكواتوريال اكسيال في شيء افضل من شيء كوتوريا اكسيال افضل من اكسيال اكسيال وضحت؟ اي وضحت دكتور تمام. اذا واحد مور ستيبل من ثلاث اذا كلهم مع بعض مور ستيبل من اثنين ليش؟ لانه واحد كوتوريال اكواتوريال ثلاث كوتوريال اكسيال اثنين اكسيال اكسيال تمام؟ ليش مور ستيبل اكواتوريال اكواتوريال اقل ترافر ما يمكن دائما بيكون بالاكواتوريال اكواتوريال دائما الجروب يا جماعه حطوها بالاكواتوريال بتكون الترافر اقل ما يمكن بيكون الريبلشن الاستريك اللي اخذناهم الثلاث انواع وينهم الثلاث بيكون الريبلشن خاصه الاستريك ريبلشن اقل ما يمكن اقل ما يمكن لما يكون في الاستريك تمام لما يكون بالاكواتوريال اكواتوريال بكل استريك ريبلشن اقل ما يمكن اوكي طيب نيجي نحكي والله كمان مره نشوف طبيعه الاسئله خلينا نفهم طبيعه الاسئله نيجي ناخذ من السلايدات ها من السلايدات طبعا نيجي نحكي عن الموضوع هذا طبعا في جدول يا جماعه بيحسب بالضبط الريبلشن احنا ما فيش داعي ناخذه في جدول بس اورجيكم اياه ما في داعي خلاص ناخذ القاعده في استثناءات ما فيش داعي للاستثناءات اوكي بيحسبوا يعني والله خلينا نحكي السي اتش 3 اوكي كانت على الاكواتوريال قديش الانرجي لها قديش مثلا للبي ار بيحسبوها يعني بيصير يحسبوا اكسيال اكسيال اكواتور لها حسبه معينه ويشوفوا الاقل طاقه بيقول عنه مور ستيبل ما في شيء له داعي الجدول هذا ما في له داعي خلاص نمشي على قاعده اكواتور اكواتور هو مور ستيبل من الاكسيال اكسيال اوكي طيب ما في داعي للجدول نيجي بس نشوف طبيعة الأسئلة مثلا نيجي عهد أوكي نيجي عهد لين نقول لكم إياه
كتبتوا هذا الحكي يا جماعة؟ نيجي والله شوف السؤال هنا، عندنا أربع مركبات، خليني أكبر لكم إياها. Which of the above molecule represent the most stable conformation trans 1-3؟ كم تتأكد إنه 1-3 dimethyl؟ يعني هذا يا جماعة 1-3 عدوا، هاي واحد من وين ما بدك تعيد؟ من الأفرع 2 3 4، هذا بنطلع عليه؟ بنطلعش عليه أبداً. هذا 1-4 dimethyl، هو بده إيش؟ شو بده يا جماعة؟ 1-3 هذا 1-3، شو رأيكم هذا؟ هات نسميه والله هيك احتياطا، شو اسمه هذا؟ 1-4 دايميثيل صح؟ سايكلو هكسان. طب شو سيس ولا ترانس؟ شو رايكم؟ هذه بدون ما يكمل قبال بعض، هذا لفوق وهذا لتحت صح؟ يعني اذا مش عارفين ها، هذا اكيد الاتش اللي هون اكيد بدها تكون لتحت، اذا هذه اب وهذه الاتش اكيد بدها تكون هون لفوق، اذا هذه داون، اذا هذه ترانس. اوكي بدون ما يوضح كل شيء، هذا ترانس صح؟ في حدا ما فهمها ليش ترانس هاد؟ ما لهش علاقه بالسؤال بس هيك، لو جبنا لك هذا السؤال قلت لك سمي لي اياه. اذا 1 2 3 4 اكيد يعني هذه ليش فوق؟ قلنا فوق مع انه مش الباقي مش مرسوم. تعال يا عمي هاي ها هذه خط هيك. طب معقول انا ارسم الاتش لفوق كمان؟ طب ما هي فوق، لان هذا اكيد اب، هذه نفس الشيء مرسوم لتحت، طب اكيد هذه داون لان الاتش لفوق. عرفنا يا جماعه؟ عرفنا كيف حددنا الترانس؟ واحده اب وواحده داون. طب هذه برايكم هذه ايش؟ 1 2 3 اوكي، شو رايكم هذه؟ سؤال بس خلينا نجاوب هذا السؤال، سيس ولا ترانس هذا؟ هذا سيس. هاي سيس. واضح انه نفس الجهة، داون داون، بالضبط هذا سيس. اوكي؟ خلينا بس نكمل هذه المعلومة يا محمود وتسألني السؤال. هون واحد وثلاث، هاي واحد، رقم وين ما بدك، وين الأقرب للتفرع؟ هاي واحد واثنين هاد. واحد واثنين، سيس ولا ترانس؟ شو رأيكم؟ ترانس أب داون. ترانس، هذه داون. وهذيك فوق، اذا ترانس. واحد واثنين ولا له دخل في موضوعنا، احنا واحد وثلاث. طيب اذا هذا السيس واحد وثلاث، سيس هذه واحد واثنين ترانس. طب وهذا واحد واثنين ثلاث، شو هذا برايكم؟ واحد فوق واحد تحت، واحد ثلاث ترانس. طيب هذا واحد اثنين ثلاث اربعه، واحد واربعه داون داون سيس، بالضبط. احنا ايش بهمنا هسه؟ ترانس 1 3، كم وحده ترانس 1 3؟ كم وحده اصلا؟ ما فيش غيرها دي، ما فيش غيرها يعني، مش متوهنا. مش نيجي نحكي طب يا دكتور ما انت حكيت لنا اكواتوريال يا عمي، صح بس هذا 1 2 وهذا 1 3 فرع سي، في طلاب بخربطوا وحطوا سي. طب انا قلت لك 1 3 سي 1 3 يا جماعه، شو رايكم؟ 1-2 ملوش دخل في السؤال، انا بدي 1-3، فيش غيرها بغض النظر شو موقعها، لو في غيرها بنطلع في غيرها 1-3، فيش غير هذا. تمام يا جماعه؟ تفضل يا محمود اسال. زيد فضلك دكتور، بس كان سؤال ما بعرف ممكن يكون غبي، بس انه ممكن يكون بي ايه وبي وباقي وسي يكون اثنين اب او اثنين داون نفس الوقت لنفس المركب؟ اه يعني هذا اثنين يعني مثلا محور A ممكن يكون الواحد والاربعة اب وداون. ارسم لك اياه، ها ارسم لك اياه نفس الشكل، ها ايه باعتبارنا رسمناه هيك، ها بدك واحد واربعة، بدك ترسمه ايش؟ يلا احكي لي ايش بدك ترسمه؟ بدك اياه اب؟ اه هي اب واحد أربعة وهي أب. تمام هيك؟ لا طبعا أيوة أب وأب، شو المشكلة؟ هاي بي دكتور، داون داون بي مثلا، داون داون هاي واحد وثلاث، أنت زي ما بدك. ب...
بس بالنهاية هو محدد إنك بده most stable trans 1 3 أصلاً ما فيش غيره بغض النظر شو الاستابيليتي فيش غيره أصلاً معطينا إياه trans بينفع أروح أختار إي بينفع يا جماعة لا مو واحد ثلاث مش واحد ثلاث واحد أربعة أوكي يعني في طلاب إيه يقول لك واحد واثنين هيو أكس هي إكواتوريا إكواتوريا هذا إحنا الدكتور قلنا more stable إكواتوريا يا عمي أوكي بس هذا مش واحد ثلاث هذا واحد واثنين أنا سألك عن مين عن واحد وثلاث أوكي طيب ممتاز لين نأخذ والله الأفكار بشكل عام هلا يا جماعة نقلتوا هذا السؤال إلى الجواب دي أرجع عملية الفليبينج خلينا نأخذ شو يعني فليبينج نيجي ناخذ واحد فيهم خلينا ناخذ مثلا خلينا والله ارسم واحد بس او بدون ما ارسم خلاص انا ارسمه بيدي نتعلم هاي واحد هاي اب هاي واحد اب هاي داون على فرض حطينا له مثل اوكي سي اتش 3 هنا بالاكسيال بس جروب وحده بصير في عمليه فليبنج يا جماعه فليبنج فليبنج اوكي فليبنج تمام عمليه فليبنج زي هذا السؤال فليبنج اوكي اللي هون يا جماعه دائما الاكسل كل شيء اكسل بيقرب اكواتوريال نرسمه بشكل هذه الاب نرسمها صارت داون هذه كانت اكسل كل شيء بده يقرب الاكسل بيقرب اكواتوريال برايكم مين الصح نرسم هاد سي اتش 3 ولا نفسه نرسمه يعني احنا الرسم مش لنرسمه هيك شو رأيكم مين الصح مركب A ولا مركب B فليب كل شيء الأكسيال يقلب إكواتوريال للمركب هذه أكسيال هذه قلبت إكواتوريال مزبوط هذه أكسيال ظلت إذا هذا غلط طب مين المور ستيبل مين المور ستيبل لو نسميه هذا مركبها واحد نسميه مركب اثنين مين المركب انسوا A مين المور ستيبل يا جماعة ايه ولا مركب واحد ولا اثنين الثاني الثاني لانه اكواتوريال افضل من اكسيا اذا هذا المور مور ستيبل اوكي اذا هذا المور ستيبل دكتور بس هو ظل اب اب صح ظل اب اب بغض النظر بس واحدة اكسيال واحدة اكواتوريال هل بهمناش اب 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 داون لانه فيش لا سيس ولا ترانس بس بالنهاية اوكي اب اب والله اوكي بس بالنهاية واحدة باكسيال وهنا شو صارت هذا اللي بهمني اللي فليبينج اكتبها فليبينج يعني كل اشي بالاكسيال بيقلب ايش اكواتوريال مثلا هذا الاكزامبل ها هاي هنا رينج فليب هذه كانت يا جماعة لو داجي اكبرها كانت بالايش اكواتوريال وهذه كانت هنا اكسيال هنا اكواتوريال فليب ايش بتتوقع يصير اكسيال اكسيال هي فعلا قلبت الراس لتحت هي صارت اكسيال اكسيال طبعا مين المور ستيبل اكواتوريال اكواتوريال هو المور ستيبل عرفنا ايش معنى فليبينج هذا بيصير تعرفوا هذا الحكي يعني شوي ادفانس احنا بالان ام ار لما نشوف المركب البروتين ام ار سبيكترم تاخذوها بالاسترومنتال هنلاحظ انه هذا له بيكس مختلف عن هذا مع انه لنفس المركب هذا دليل على وجود رينج فليبنج يعني ممكن نلاقي البيكس مختلطات ببعض
دليل على انه في فليبنج بنفس الوقت بيصير نفس الوقت بالسوليوشن انه والله في اكواتوريال اكواتوريال في نفس الوقت في اكسيال اكسيال بعطينا بيكس بغض النظر شو معنى بيكس ان ام ار جهاز يستخدم لمعرفه البروتون اوكي كم بروتون عندنا شو نوع البروتون الى اخره الناس بتدخل في التفاصيل المهم نعرف انه رينج فليبنج انه بتحول كل شيء من شكل الى اخر يعني اذا كان عندنا اكواتوريال بيتحول لاكسيال اي جروب باكواتوريال بده يصير اكسيال اي جروب بالاكسيال بده يصير اكواتوريال وهكذا هون طلع هون هي وحده اكواتوريال وحده اكسيال شو قلبت هذه قلبت اكسيال هذه قلبت اكواتوريال تمام قلبت طب مين المور ستيبل والله شوف انتبهوا مع انه هون اكسيال اكواتوريال هون اكواتوريال اكسيال دائما يا جماعه بنحب اللارجر جروب هذا بنسميها اكتب عنها ستيريكالي هندر اوكي ستيريكالي هندر او لارجر جروب يعني في عليها زحمه هذا لازم جروب كبيره بنحب الجروب كبيره تكون مكان مرتاحه ولا مكان في عليه زحمه يعني مين اللي انسب لها الاكسيال ولا الاكواتوريال برايكم مين انسب لها مين يكون المكان المريح مكان المريح اكواتوريا اكتبوه والله اكتبوه اوكي المكان المريح اكواتوريا طب هون سيس ولا ترانس لو نيجي هون تحت وهون فوق ايش برايكم هذا ترانس وهذا تحت لفوق برضو ترانس شايفين الفليب ما غير مش شرط انه ترانس قلب سيس مش شرط فليب يعني مش يعني انه سيس قلب ترانس يعني انه الاكسيال تغيرت الاكواتوريا والاكواتوريا تغيرت لاكسيال مين المور ستيبل والله اللارجر جروب اكتبوها اللارجر جروب تكون على الاكواتوريا افضل ما تكون على الاكسيال يعني المركب له خيارين مين افضل الخيار الاول مركب واحد ولا الخيار الثاني مين افضل يا جماعه مين الخيار الاول الخيار الاول ليش لان الجروب اكبر اوكي لان الجروب اكبر الجروب اكبر تحب تيجي على الاكواتوريا 1 3 فعلا هذول 1 3 هي واحد هي اثنين هي ثلاثة دكتور تفضل بس هذا اللي كتبته ممكن تعيد قراءته لانه مش واضح كثير كمان مره هون الفليبنج عمليه الفليبنج يا جماعه عمليه الفليبنج انه كل شيء اكسيال تحول لاكواتوريال هذا مثل بالاكسيال هون ايش تحولت الاكواتوريال اوكي هاي فليبنج طيب في عندنا خيارين هلا صار في عمليه فليبنج التيرتيبيوتل هذا ستيريكالي هندر اس تي اي ار اي سي اي ال ال واي ستيريكالي هندر اتش اي ان دي اي ار اي دي يعني زي زحمه خلينا نحكي عائق كبير لارجر جروب لارجر جروب مين بتحب اللارجر جروب لو لها خيارين تكون بالاكواتوريال زي هون ولا تكون بالاكسيال وين تكون الافضل اكواتوريال واضح تمام دكتور واضح تمام بس طيب هلا يا جماعه اشوف والله اذا في اسئله حلوها لحالكم هذا حليناه كانه حلو مثلا حلوا هذا لحالكم يا جماعة والله حلوا بنحلوا المرة الجاي ممكن نحلوا اللي هو أي سلايد 47 اكتبوا حل سلايد 47 حل سلايد 47 أوكي حل سلايد 47 الباقي ما بهمنا تأكد شو بده هون which of the above structure represent the most stable one tertibutyl 3,5 dimethyl cyclohexane تأكد مين ال 1 3,5 تأكد كل مكان في الإكواتوريال بكون أفضل.
حتى مستعلك سيس ولا تراس سالك بشكل عام. حلوا لحالكم، جربوا حلوا لحالكم، تمام يا جماعة؟ احنا هلا هذا الشابتر خلص، الشابتر هذا خلص، ان شاء الله المرة الجاي بنبلش في شابتر 7 اللي هو ستيريو كيمستري. اوكي دكتور، بس ترجع على اللوح شوي. لوح هاي اللوح هاد ولا اللي قبل؟ لا لا هاد دكتور خليك. اوكي عملية فليب خلاص، انا شرحتها من السلايد، ممكن تاخذها من السلايد، ارجع لك على السلايد. هو هاد، هذا بامكاننا نعمل كوبي بيست. اوكي لا نعرف بس عمليه فليبينج، شو معنى فليبينج؟ اوكي نعرف انه اللارجر جروب تفضل انه تكون على الاكواتوريال من الاكس. في لها حسابات يا جماعه، ما لنا دخل، يعني في اشي بنحسب هذه قديش الانرجي في لها تيبل معين، ما بدناش ندخل في التفاصيل هذه، ما فيش له داعي. ها خلينا نحطها. طيب يعطيكم العافية، فيكم تغادروا يا جماعة، نلتقي غدا إن شاء الله. في حد عنده أي سؤال؟ Any questions؟ دكتور بس أنا عمادة قبل يعني. أوكي مش مشكلة، شوي بس الشاب، خلينا نشوف صبي وبنجي لك، أوكي؟ مين بسأل بس هون؟ دكتور أنا عن موضوع سابق، يعني هو اسمه الهاي بريوريتي. لما كانت كربونة متصلة مع أكسجينة وكربونة بتريبل بوند مع نيتروجين، فيعتبر إنه متصلة مع ثلاث نيتروجين. شوي شوي نقلينا، واحدة متصلة مع أكسجين وواحدة متصلة مع إيش؟ بتريبل بوند مع نيتروجين. تريبل بوند مع نيتروجين، تمام. إحنا الدايركت هذا مرتبط مع الكربون وهذا مرتبط مع الأون، إن شاء الله مليون كربوني مليون تريبل بوند، هذا متصل مع مين مباشرة؟ مع كربون، وهذا مع أكسجين. مين الأكبر؟ هاي قبل الأكسجين في كربون، يعني هنا أول ذرة كانت متشابهة. كمان مرة نقلي دبل بوند سي سي، إيش أحط عليها هون؟ كربونة. كربونة. أكسجين. أكسجين هيك. أو إتش. سي إتش تو قصدك أو إتش صح؟ منفعش هيك سي إتش تو أو إتش. هي دكتورة هي مو مركب حقيقة، بس إنه الفكرة إنه هي كانت متصلة كربون مع أو إتش اللي هو الألدهايد قصدك، تمام. والثاني وكربون مع تريبل بوند نيتروجين. تريبل بوند نيتروجين، هذه سي مرتبطة مع السي وهذه سي، نفس الشيء. بدنا نروح على اللي بعديه، اللي بعديه بغض النظر أو هون أن، مين أكبر الأو ولا الأن؟ بغض النظر لسه ما طلعنا الدبل ولا التريبل، مين أكبر الأو ولا الأن؟ الأو. إذا خلاص ليش بدنا نقعد نحلله؟ ما في داعي. لا 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 الأو خلاص، أو أكبر من الآل، انتهينا. أوكي طب دكتور أمتى بتطرق لمعنى رابطة الثنائية والثلاثية لكان؟ أنا طب خليني أطفي الريكورد بس، يعطيكم العافية يا جماعة، خليني بس أطفي الريكورد، بدي غادر أوكي.